مستمرين في تغطية مهرجان إبداع 8. معايا الفنان القدير محمود الحديني، أحد أعضاء لجنة التحكيم. أهلا بيك. أهلا وسهلا. شايف حضرتك مستوى الطلبة هذا الموسم؟ والله الحقيقة يعني أنت عارفة مش أول موسم، إحنا النهاردة في الدورة الثامنة. في براعم يعني مهمة جدا، وبنطلع ثلاث نصوص، يعني في ثلاث مؤلفين بينضموا للحركة المسرحية، المفروض أنهم يوصلوا، لأنه طبعا حكاية بقى أنه هو ما يقراش ما يشوفش مسرح، ما ده بينتقص من إبداعه، مش هيقدر يبدع. فهي المهم أنه هو يتواصل ويبقى يستمر في عطائه، وإحنا محتاجين ده. يعني مصر ولادة، يعني مش هنعيش بقى في الماضي ونقول مسرحيات كذا ومسرحيات كذا ومسرحيات كذا، لا، نشوف الشباب النهاردة بيقدم لنا إيه، ايه المشاكل اللي يقدر هو حاسسها اكتر مننا. وبعدين المشكلة بقى في الموضوع ان هم بينظروا للغرب، فبيجيبوا حاجات من الغرب على اساس انها تبقى موجودة في الواقع، وهي مش موجودة عندنا في الواقع. فهي المشكلة بقى في الموضوع للشباب، ان النهاردة يعني لما طلع كل سنة ثلاث مؤلفين، شوفي ثلاثة في ثمانية بكام؟ 24 نص. المخرجين اللي نقدر اللي بيخرجوا بيسيبوا ده كله ويروح يرجع يجيب بقى نصوص عالمية لشكسبير ولا هنا ولا هنا. طب ليه يا جماعة؟ في مسابقات بتتعمل في 24 نص، مش بس هنا في وزارة الشباب، لا برضو وزارة الثقافة بتعمل مسابقات للتأليف. أسيب ده كله واروح انا برضو نفس يعني، لانه بيستسهل طبعا انه هو يجيب نصوص عالمية ويخرجها. بالنسبة للطلبة المبدعين اختيارهم للمواضيع جيد، لكن معالجة هذه المواضيع، كتابة المسرح بتختلف ولها عناصر مختلفة، فهمني الموضوع ده. يعني شوفها لذاتك حاجة، لابد ان هو يقرأ مسرح، ويقرأ مسرح بحب، مش كده لمجرد القراية. يعني يقرأ مسرح المصري، المسرح العربي، الكلاسيكيات او المسرح الحديث في اوروبا وبالذات، وبعدين يشوف مسرح، وبعدين يروح ورا الكواليس، يشوف المكان اللي هو ممكن يعني يبدع فيه. لانه هو من بره المسرح حاجة تانية، مختلف تماما من ورا الكواليس. انا اشوف مثلا كان يجي مؤلفين يجوا ورا الكواليس يشوفوا احنا واقفين بنخش ازاي وبنطلع ازاي، ويزورونا في الغرف واحنا بنعرض المسرحية بتاعتهم مثلا ولا حاجة. مهم جدا ان هو يتابع، لان اذا كانت المسألة مسألة بس من بره يكتب مسرحية وياخد جايزة وياخد بعضه وخلاص بقى وانتهى، يبقى هو بيضر نفسه كتير. فحكاية ان هو عنده فكرة، ازاي بقى يحط الفكرة دي من خلال نص مسرح، من خلال نص مسرحي قابل للتنفيذ، ما يبقاش نص مسرح غير قابل للتنفيذ. يعني ما قدرش ابدا ينقل مشاهد قصيره جدا جدا، مشهد مثلا نص صفحه، من مشهد لمشهد نص صفحه، ما يقدرش المسرح يعمل ده. لكن السينما تعمل، التلفزيون يعمل، لكن ميكانيزم المسرح لا يستطيع ان هو يعمل مشاهد قصيره ما تجيش مثلا دقيقتين. فلا بد ان هو يعرف ميكانيزم المسرح، امكانات المسرح الموجوده، علشان يقدر يكتب للمسرح. وبالتالي الممثل اللي وقف على خشبة المسرح، هل هذه بيئة خصبة ليه لأنه هو يكتب مسرح؟ طبعا ده مهم جدا. يعني لما يكون ممثل بيمر عليه نصوص مسرحية لكبار الكتاب، وبيحتك بزمايله الممثلين، وبيحتك بالمخرج، ويسمع المخرج ده فكره ايه وينفذه ازاي، وكل ده خبرات. يعني انا حاول لساتك حاجة، المؤلف المبدع غير اي حد انسان، سواء ممثل برضه مبدع. يعني ايه؟ يعني جواه ابداع، خيال، ايميجينيشن، يقدر فعلا يتصور حاجات كتيره جدا، ويستطيع ان هذه التصور يقدر ينفذه. يعني لما اكون اتنين، انا وحضرتك ماشي في الشارع، وانا فنان وانت مش فنانه، فبعد بلاحظ انا حاجه في الشارع ماشيه، واحد عامل ماشي تيب كده غريب جدا جدا، فبقول لك شوفي 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 الراجل، تقول لي فين ده؟ لانك انت مش مبدع، ما بتبصيش للشارع وانماط الشارع الموجوده. الفنان المبدع ينتقي من الشارع شخصيه غريبه جدا ومثيره جدا جدا، ويختزنها لما يجي يكتب، يستدعي هذه الشخصيات او هذه الحالات. وعشان كده في فرق بين الابداع وانه ممثل يعني يجي له دوره وخلاص. ومش ممكن ابدا الممثل، يعني مثلا لو انا مخرج بخرج مسرحيه في دور
وزعته على 2 ممثلين وده يمثل يوم وده يمثل يوم، هتلاقي فرق ان في ممثل ده اللي بيمثل يوم ده مبدع عن التاني. ازاي الابداع؟ طب جه ازاي؟ جواه ملكة ابداع، فما اقدرش ابدا اساوي ده مع ده. الابداع حاجة تانية، الابداع فنان يملك خيال خصب يستطيع ان هو يوظفه. وده فعلا الحقيقة اللي الدولة بتعمله، انها بتدور على المبدعين من الشباب. انا عايز اعرف رأي حضرتك في دور الدولة لاحتضان هؤلاء الشباب. اولا شيء جميل جدا اللي بيقوم بيه وزارة الشباب والرياضة، شيء يعني بالغ الأهمية، ان هم بيعملوا مسابقتين دلوقتي الحقيقة. يعني الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بيهتم النهاردة بمراكز الشباب اللي هي تساوي في وزارة الثقافة قصور الثقافة اللي موجودة في جميع المحافظات. دي مهمة جدا، لان احنا لما نيجي نتكلم عن الثقافة في القاهرة احنا بنظلم جمهورنا هناك في المحافظات، لان هذه الثقافة لا تصل اليهم، وما فيش حد ابدا بينقل انه من خلال التلفزيون هذه الثقافة ليهم عشان حتى يتفرجوا عليها، وما عندهمش من الامكانيات انهم يجوا القاهرة يتفرجوا على مسرح، ما عندهمش امكانيات. فيبقى في مراكز شباب يستطيع ان المركز الشباب او قصور الثقافة تقدم لهم المسرح اللي يقدروا يشوفوه في بلدهم. فطبعا ده مهم جدا جدا جدا. الثقافة هي دي القوة الناعمة اللي احنا بنبحث عنها، سواء في المسرح، في السينما، فن التشكيلي، في الكتاب، في حاجات كتيرة جدا جدا. فكون وزارة الشباب والرياضة بتعمل مسابقة في جميع أنماط الإبداع ده شيء بديع جدا جدا جدا. وبعدين هو حتى كمان الحقيقة يعني عجبني من الدكتور أشرف صبحي إنه هو قلت هو ماذا بعد؟ صح، نجحنا بنقدم إبداع كل سنة والدورة 8 النهاردة، وبعد مراكز الشباب احنا عاوزين نفكر اكتر ونبدع اكتر، نعمل ايه؟ النجاح اللي احنا حققناه ده عاوزين يستمر سواء مع الدكتور اشرف او مع غير الدكتور اشرف. هو دي ده 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 يعني انت عارف حضرتك ده ممكن ده هنشوف نتائجه بعدين. وعلشان كده انا بهتم ان احنا لابد ان احنا يبقى في وزارة التربية والتعليم من المراحل سواء الكيجي 1 وكيجي 2 لابد يبقى في مادة التذوق الفني مع أطفالنا. لما يكبروا معانا هتبص تلاقي الإبداع ونفجر الطاقات الإبداعية عند أطفالنا، بحيث لما يكبروا هتلاقي هذا الإبداع هيبقى يتنامى معاهم، ولما يكبروا هنكسبهم كممثلين أو مخرجين أو مؤلفين أو رسامين أو لابد ان احنا نهتم من تحت يعني، واخده بال حضرتك، علشان نقدر نكسبهم لما يكبروا. انا بشكرك شكرا جزيلا. تحت امرك، اشكرك جدا جدا. السلام عليكم. قبل ما ابدا بس حابب اقدم تحيه للكاتب لينين الرملي اللي توفاه ربنا من كام يوم، إبراهيم محمد إبراهيم، جامعة قناة السويس، نص المغيبون. حبيت بس أطرح الفكرة في مجموعة شخصيات بيسيطر عليهم شخص عمل قانون لنفسه علشان يسيطر، اللي هو فكرة فرض الرأي أو فكرة السيطرة. مجموعة الشخصيات دي عندي شخصية الممثل، عندي شخصية الرجل الأعمى، عندي شخصية الفتاة، عندي شخصية الساقطة، عندي شخصية المثقف. كل شخص منهم بيحاول يحارب قضية معينة من خلال أنه هو بيتكلم عنها طول الوقت. لكن في شخص اللي هو المحامي ده اللي عمل قانون لنفسه، هو درس القانون لكنه درس ثغراته علشان يخرج عليها ويبقى هو الشخص المسيطر في المجموعة. بس الهدف الأساسي من النص إن إحنا كشخصيات عايشين في المجتمع إحنا مخيرين، يا إما نسلم عقلنا ونبقى مغيبين ونسيب نفسنا تحت سيطرة أي شخص، يا إما نخرج برا السيطرة دي بإن إحنا نكسر كل الحواجز دي ونطلع براها. بس طيب يا إبراهيم، أنت دلوقتي بتحاول تعمل نقد ذاتي لعدد من شرائح المجتمع، منها المثقف والبياع والسكران والفنان والساقطة والمحامي والأعمى، والكل مغيبين في حالة غيبوبة، مش كده؟ بالظبط. يعني أنت عايز تصل إلى أن المجتمع كله كده، المجتمع كله كده بسبب فرض سيطرة شخص واحد أو بسبب فرض سيطرة
طائفة اللي هي بتسيطر عليهم، اللي هي بتتسلق أحلامهم وبتسرقها، وإن هو أنا الفرصة دي يعني أنا مثلا لو قدامي طريق أنا هسبق وأطلع الأول، مش مهم إن أنا أدوس على أي حد، أدوس على أحلامهم، أدوس على أفكارهم. أيوة. من خلال شخصية المحامي. يعني أنت شايف إن شخصية المحامي مسيطرة في مجتمعنا؟ الشخص اللي عمل قانون لنفسه، أو اللي هو أنا بشبهه بالقانون اللي هو بيدرسه عشان يخرج عليه، يعني هو ما درسش القانون عشان يجيب حق الناس. دلوقتي أنت بتدرس حالة مجتمع. بالظبط. في شرائح متعددة. تمام. بتقول ترجع هذه الحالة إلى سيطرة أحدهم على هؤلاء الناس. تمام. ما الذي تحقق في هذا المجتمع؟ زي مين؟ أنا مش فاهم لغاية الآن. إزاي؟ يعني فين ده؟ فين ده الشخص اللي موجود ومسيطر على كل الناس دي؟ ومسيطر على المثقف. ما هو المثقف يعني مجموعة المثقفين. أيوه تمام. مش كده؟ البياع يعني كل البياعين. اللي بيبيع، اللي هو خرج من الجامعة وبدأ يبيع الأمل لأنه ما لقاهوش، لأن المحامي ده يعني هو سرق الأمل اللي هو عايش بيه. والسكران. السكران ده سرق الوعي، اللي هو السكران ده أصلا كان شخص عالم فبقى سكران لما أفكاره اتسرقت، زيه بالظبط بهية اللي أولادها سافروا علشان يحققوا أحلامهم بره. ماشي. لأن أولادها أول المغيبين في الفكرة. ماشي. أنت جايب شخصية علشان تقول دي كل الشريحة بتعبر عن طائفة معينة أو شريحة معينة. يعني معنى هذا إن كل المجتمع ده معناه كده. تمام. ما هو ما ينفعش مش دي الدراما. تمام. ده تعتبر زي مقالة. تمام. أو زي موضوع بتتكلم عن حالات موجودة في المجتمع ونقد ذاتي للمجتمع، لكن الدراما تاخد شخصية تشتغلها. يعني شخصية المحامي دي ما تشتغل عليها من الأول للآخر. تمام. والباقي كلهم تحت ظلاله. هو ده الدراما. تمام. خد بالك يعني دي مهم جدا، يعني لو حبيت انت تعيد صياغة هذا العمل. تمام. لان فعلا انت عندك حوار كويس. شكرا. يعني بلا شك الحوار بتاعك جيد والاحداث ماشية معاها، وبالتالي لا ينقصك الا انك انت تحط الشخصية الرئيسية. هو عادة كده بص كده للمسرح الناجح لازم تكون في شخصية رئيسية، لازم. تمام. وتبان كده قدامنا وهي ايه المصدر الرئيسي. كويس. تمام. وفي هذه الحالة أنا في اعتقادي أنك أنت بتنجح في أنك أنت تقدم العمل بشكل جيد، لكن عايز تنقد المجتمع ككله كده تبقى دي مقالة. تمام. يعني الشكل ده يبقى شكل المقالة مش شكل الدراما. شكرا. شكرا. هو أنت استخدمت أسلوب التعميم. لا، مفيش في المجتمع تعميم، لأنه إحنا لو قلنا إن جميع القطاعات في المجتمع كلها بايظة وكلها فساد لا، ده مش صحيح. يعني أنا أختار قطاع أو أختار وقعة أو أختار يعني مهنة، أو لكن لو ما هعمم مش هبقى موضوعي. ما ينفعش يبقى في مجتمع كله الناس وحشة والناس للأسف في يعني في ناس من مصلحتها إنها. أيوة. برضو تحط في دماغك كشباب. أيوة. إن المجتمع كله وحش. لا، مش كده. لازم الواحد يفكر في الكلام اللي بيتقاله أو بيتعامل على النت أو الكلام ده كله، مش أي حاجة تتكتب دي صحيحة. لا، لازم الواحد يبقى واعي وبيفكر وبيوزن الكلام كده في دماغه، هل الكلام ده صحيح ولا مقصود منه ايه ولا انت عندك حوار كويس. شكرا. عندك شخصيات كويسة. شكرا. بس برضو محتاج انك تدرس البناء الدرامي، لانك انت هي شخصيات موجودة كل واحد بيقول مشكلته والتاني بيبتدي يقول مشكلته وهكذا، فأصبحت مقالات وليست دراما مسرحية. استمر اقرأ كتير، برضو القراية مهمة جدا. اللي عنده بذرة شعر لازم يقرأ كتير قوي. أنا بقول الكلام ده يعني بعيده كتير كتير عشان دي هي المفتاح الأول. إنك عايز تكتب مسرح اقرأ مسرح كتير لناس كتير، كل العباقرة اللي طلعوا كانوا بيقروا بنهم في المجالات اللي بيعملوها. بعد كده بتتكون بقى أنت شخصيتك
اللي بتطلع من جواك نتيجة للثقافة للحصيلة اللي عندك. للحصيلة اللي عندك. فاستمر إن شاء الله. عزيزي إبراهيم، يعني أنا شايف أن الشخصية الرئيسية من وجهة نظري أنا المحامي. تمام. والمحامي علشان درجات مجموعه ما دخلوش الكلية اللي هو عايزها، دخل كلية الحقوق عشان يطلع محامي، وطلع بقى بينتقم من المجتمع والكلام، مش كده برضو؟ ده الشخصية الأساسية. بالضبط. الحقيقة أنا مش يعني أنا مش معاك في إنه لمجرد إن هو ما حققش الدرجات فبقى محامي فطلع، يعني بالعكس، ساعات الواحد فعلا الحكاية دي بتبقى كويس بالنسبة له، لأنه لو دخل مثلا كلية الطب اللي هو كان نفسه مش هيتخرج منها، مش هيبقى كويس وناجح. يعني أنا عايز أقول لسيادتك حاجة، أنا شخصيا كنت بعد ما خلصت ثانوية عامة أنا كنت بمثل في المسرح المدرسي وفي المسرح المدرسة و و و لكن كنت عايز أطلع ضابط بوليس، وسقطت علشان نظري أقل من المجموع وسقطت، واخد بالك؟ طيب أنا كنت زمان قبل التمثيل كنت برسم وبعمل معرض وأنا في الإعدادي وكلام من ده، قلت الله كليتي، أنا كنت من دمنهور كلية فنون جميلة في اسكندرية، جريت ودخلت الامتحان ورجعت البيت عشان استنى النتيجة، قال يعني الكلية هتبعت لي، ما بعتت ليش، قلت لها قلت بس أنا سقطت، فوقعت في حيصة بيس، سقطت في كلية الشرطة، من وجهة نظري كلية فنون جميل كمان سقطت، بروح فين؟ وبالصدفة قابلني فنان اسمه أحمد عبد الحليم الله يرحمه، كان بيجينا مفتش مسرح مدرسي، واقف مستني القطر، بيتنا كان قدام القطر السكة الحديد راجع مصر، فلقاني محمود، فقلت له أهلا أستاذ أحمد، قال لي دخلت إيه؟ قلت له أبدا، سقطت في كلية الشرطة وسقطت الظاهر في كلية فنون جميل، قال لما تيجي تخش المعهد الفنون المسرحية، وأنا ما كانش في بالي أبدا وما كنتش أعرف إن في معهد فنون مسرحية، قلت له ده يطلع إيه ده؟ قال لي يطلع إيه؟ يطلع مشرف مسرح مدرسي زي حالاتي يا أخي، أو إذا كنت تطلع نجم كبير، فما كانش قدامي غيره، دخلته بس إيه؟ قلت لازم أنجح. بعدها بشهر بعد ما دفعت المصروفات في المعهد جالي جواب من كلية فنون جميلة في اسكندرية، أنت ما جيتش ليه؟ تعال ادفع المصروفات وانتظم فانتظم في الدراسة. تفتكر لو أنا فعلا عرفت أن أنا نجحت كنت هطلع إيه؟ مدرس رسم. شوف ربنا. أيوه. شوف ربنا. لو كنت مدرس رسم ما كنتش بتحكم لي دلوقتي. شوف شفت ازاي؟ شفت بقى ازاي؟ طبعًا. انا بس بقول الحدوته دي لشبابنا، ليك ولغيرك، انه ما يأس، ما جابش مجموع خلاص ربنا حطه في حاجه تانية، اكيد ربنا عايزه في الحته دي وربنا هيوفقه. المهم بقى لما يروح الحته دي المكان ده انه يجتهد، انه انا حطيت بقى في دماغي اني لازم انجح في المعهد، ولما كنت بنجح بعفى من المصروفات، وانا ما كنتش غني يعني ولا اهل اغنيه، وده كان هدفي، وكنت باخد 10 جنيه كل شهر، نظير تفوقي هو ده. فعلشان كده الشخصيه الاساسيه اللي عندك في المسرحيه اللي هي المحامي ده، انا مش شايف مبرر إن هو على مجرد ما جابش مجموعة أو درجات أقل من الكلية اللي هو عايز يدخلها فدخل كلية الحقوق يا عيني، وطلع من كلية اللي هو عايز ينتقم من المجتمع. إيه ده؟ ما هوش مبرر درامي كافي إنه خليه يعمل كده، واخد بالك؟ أنا أعرف إنه هو يخش كلية الحقوق وينجح ويبقى محامي كبير، واخد بال حضرتك يعني إيه؟ تمام. لكن علشان كده يطلع ينتقم من المجتمع، ده إيه ده؟ يعني بس حبيت بس أقول لك الشخصية الرئيسية المهمة عايزة 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 مبرر درامي قوي جدا عشان يعمل كده. أشكرك جدا جدا يا إبراهيم، ويعني وأنا بقول المسرحية جيدة. شكرا. وشخصيتك مرسومة بكويس بعناية. شكرا. يعني واخد بال حضرتك، أشكرك جدا. شكرا. السلام عليكم، احمد ماهر علوة، جامعة قناة السويس، كلية الألسن. بتدور المسرحية
اللي انا عاملها حوالين فتره وصول الاخوان المسلمين للسلطه، وبتحكي لنا برضو موقف البطل في اطار الفتره دي، وان بتبين لنا برضو موقف الاخوان من الفن والموسيقى والابداع بشكل عام. وبرضو وبعد كده البطل بيظهر هو عازف كمان في فرقه موسيقيه، والفرقه دي بتحيي حفلات الحفلات. وبعد كده بعد وصول الجماعه لل بعد وصول الجماعه للسلطه بيبدا هنا بيحصل نوع من التدييس والانحصار على الفرقه. وبعد كده البطل بيجي له احباط، وخاصه ان هو حبيبته وجارته اكتشف ان هي اعتنقت فكر الاخوان، وشافت ان اللي بيعمله ده حرام. فهو بعد كده كسر آلة العزف، وبعد آلة العزف دي من هنا بدأ الصراع يتصاعد إلى أن وصل إلى أعلى حالة وأعلى أجواء في المسرحية. وده بيرجع لنا لفكرة الإحباط اللي كانت موجودة قبل كده. فبعد كده بقى هو روحه كسرت بكسر آلة العزف دي، وبنجد إن هو بيعيش حالة انعزال تام وبعيد عن الناس، مش عايز يشوف حد. بعد كده بقى بعد زي ما بيقولوا بعد الضلمة نور وفجر جديد، بتقوم ثورة 30 يونيو التي أتت بحلم جديد وحب حقيقي. شكرا. يا أحمد أنا أحييك فعلا على اختيارك لهذا النص أو كتابة هذا النص اللي بيعبر عن مشاعر وطنية، ويعبر عن فترة مهمة جدا هي فترة حكم الإخوان وتأثيرها في المجتمع من خلال النموذج الإنساني الرفيع اللي انت جبته لشخصية هذا العازف الكمان، اللي جبته في علاقة درامية عالية المستوى مع خطيبته اللي هي كانت ماشية في اتجاه مضاد له تماماً، لدرجة إن هو كسر الآلة الموسيقى. هي حبيبته وكانت جارته عامة. وجارته كمان. لا في الحقيقة أنت عامل علاقة إنسانية ودرامية عالية المستوى. أنا أحييك عليها تماماً. شكراً شكراً. وإلى جانب طبعاً إنها فكرة جيدة والأحداث متدفقة وحوار جيد، يعني في الحقيقة ده عمل تستحق عليه التقدير. شكرا فعلا. شكرا لحضرتك. أحييك جدا على الموضوع، لأنه موضوع من داخل المجتمع لغاية دلوقتي احنا بنعاني منه. قضية سياسية. يعني هو ده المطلوب الحقيقة، ان الشباب يعني يتناول حاجات موجودة داخل المجتمع. انت تناولت مسألة الفن هل هو حرام أو حلال من وجهة نظر الإخوان، إنهم بيقولوا إن الفن حرام. القضية دي في منتهى الخطورة، لأن لو الفن حرام ما كانش ربنا حبى شخص بإنه صوته يبقى حلو. طب ليه؟ الحكمة من إنه ربنا سبحانه وتعالى يخلي واحد صوته حلو عشان ما يستعملوش، ان واحد تاني بيعرف يمثل وبيمثل كويس عشان يوصل للناس قيم واخلاقيات وحاجات. هل ده ربنا حطه كده يعني عشان برضو الناس ما تستعملوش؟ المزيكا، الفن التشكيلي، كل ده بيرتقي بروح الانسان انه يبقى انسان اعظم وارقى واجمل، ويخلي المجتمع نفسه يعني مجتمع متحضر. فده موضوع من الموضوعات المهمة جدا اللي نتمنى ان شباب كتير يعني يحزوا حزوك ويعملوا حاجات، مش نفس الموضوع طبعا، لكن حاجات موجودة مشاكل في المجتمع. عايزين نعمل تنوير للشباب اللي هو
في بعض الأحيان بيبقى في ناس مسيطرة عليه وبتعب بس في فكره ويقولوا له ده حرام وده حلال. اللي بيحاكم هو ربي فقط، ما حدش يقدر يحاكم حد إلا ربنا فقط، والأشياء الجميلة ربنا اللي عاملها وحبانا بيها عشان نمتع المجتمع بيها. فأنا أحييك، بس في بعض الأحيان في حتة فيها مباشرة شوية، يعني دي نقح، حاول النص تنقحه شوية عشان يبقى متكامل. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا. عزيزي أحمد، الحقيقة أنا بشكرك على أنك أنت اخترت العمل ده، وكان من ممكن العمل ده يبقى مباشر، دمه تقيل ملوش ما يعيش، يعني بتعملها كده في اللحظة وتعرض وخلاص، ولما الزمن اتغير يترمي هذا النص. لكن أنت عملت موقف درامي، إن أسرتين قاعدين في بيت، وفي وهنا في ولد في الأسرة دي وفي بنت، وتربوا مع بعض وبيحبوا بعض، وبعدين الأسرة التانية جنحت نحو نهج الإخوان والكلام من ده، والولد ده كان موسيقي جميل جدا جدا، وحاولت طبعا البنت تأثرت طبعا بالنهج بتاع أسرتها اللي هو النهج الإرهابي ده ولا الإخواني، مع أنك بتدعمه في الأول. ورغم أنك بتدعمه وبتحبه واخد بالك، لكن مشت وراء أسرتها وطلبته أنه هو يسيب الموسيقى وينضم ليهم وكلام من ده، وهو رفض وحصل الحوار. وطبعا الحقيقة اللي عجبني الحوار اللي بين الأم هنا والأم هنا تانية، أم الولد البطل وأم البنت، كان حوار ظريف يعني واخد بالك. لكن أنا مش موافق على أنه الولد بعد ما سابته أنه كسر الآلة أو الجيتار بتاعه، لأنه ده معناه أنه هو تأثر بكلامها وأنه هو انهار. فهو هو كان بيحبها. ما أنا عارف، بس أنا أتمنى رغم أنه حد من قرايبهم قالوا بالجيتار، بس يعني حركة مصطنعة. أنا يعني كان ممكن يمسك الجيتار ويحاول أنه هو يكسره وبعدين يتراجع، لكن يرميه. يرميه على كرسي، يرميه على أي حاجة، ويقعد ينهار مثلا على الكرسي لوحده، لكن ما كسرش الجيتار. ويعني واخد بالك عشان يبقى عزيز عليه، واخد بالك. تمام. وانه هو فعلا لما قامت ثورة 30/6 بتاع ده راح على طول واخد الجيتار وجري على ميدان التحرير وقعد يعزف ويغني، واخد بالك. مش عايز بقى هو يستني لما يجي له قرايبه ولا بنت من قرايبه ولا ايه بالظبط عشان يجيبوا له الجيتار وكانها مصنوعه علشان ينزل بيه النبي والكلام اللي انت عارفه ده، لكن هو حاول يرفع الجيتار ويكسره وتوقف على اخر لحظه، لكن رماه على الكرسي وانهار هو على كرسي تاني، واخد بالك. لكن لما حصل ده وحصل الـ 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 يعني النور اللي غير مصر الحقيقة في ثورة 30/6، جري لقى الجيتار خده وجري بيه وخلاص، ورمى البنت ورمى الزمن ده ورمى العلاقة دي ورا ظهره، واخد بالك، يعني لأنه شايف أنه مفيش أمل مفيش بتاع يعني، واخد بالك. فأنا معترض على انه يكسر الجيتار. يكسر الجيتار يعني خلاص، وهي كانت عايزه كده، فاحنا مش عاوزين ده. تمام حضرتك، بس انا كنت عامل كده بس عشان ابين بعد كده ان زميلته اللي كانت معاه في الفرقه الموسيقيه ان هي كانت بتحبه بجد. انت فاكر يعني عشان بعد كده ترجع الحب ده، انت ما مهدتش لده بالعربي، يعني مجرد انها لما عرفت ان الجيتار بتاعه اتكسر يعني ايه، حبت انها يعني تقول انا احسن من اللي كنت بتحبها فانا جبت لك جيتار اهو، شغل يعني البنات او الستات يعني مع بعض، البنات حاجه كده. جابت له الجيتار قلت له شوف بقى انا احسن من اللي انت كنت بتحبها، تعالى حبيني انا بقى. ده ما ينفعش. لكن لو هو بقى بالذات حاول فعلا بعد ما سابته البنت اللي كان بيحبها من الأسرة الإخوانية، حاول يكسر الجيتار فعلا ورفعه عشان
وبعدين راح متوقف عشان لآخر لحظة ورباه ونهار هو على الكرسي. أو لو مهد للبنت التانية كويس، لو مهد للبنت التانية وحصل فيه مشهد بينه وبينها وان هو يعني رفض حبها والكلام من ده، يبقى اقول لك ممكن ان البنت دي انتهازيه لما عرفت انه انفصل عن البنت اللي كان بيحبها واللي هي يعني ما قدرتش، راحت جابت له جيتار رشوه يعني علشان يرجع يحبها تاني. لا لا، هي مش انتهازيه في الحاله دي، مش هنعتبرها انتهازيه. اشكرك جدا جدا، شكرا لحضراتكم. شكرا. القي الضوء على البنت الثانيه، يعني اعمل مهد، لان هناك يعني هتبقى قصه بينهم يعني او حاجه، مش فجاه كده. تمام حضرتك، شكرا. مساء الخير، كاظم صادق محمود، معهد المدينه العليا، شعبه نظم معلومات اداريه، الفرقه الرابعه. نص يوميات مواطن، بحاول اوصل فكره ان كل الاباء والامهات بيتحكموا في اولادهم بشكل شديد جدا. ده بيؤدي لفجوه زمنيه، لفجوه بين اراء الابناء والمجتمع. بس هو ده اللي عايز اوصله من النص. يعني اهلا بيك يا كاظم. انت بتمثل يا كاظم؟ بتمثل في المسرح الكوميدي؟ لا، امال ايه؟ يعني كوميدي وتراجيدي كده وكده. بتمثل من زمان؟ اربع سنين. اربع سنين بتمثل. واشتغلت مع كذا مخرج وكذا فرقه. مش كده قطاع خاص، مش كده تجاري يعني. هي الحقيقه انت كاتب مسرحيه كوميديا فارس حقيقه. شكرا. وده والمسرحيه دي تصلح للمسرح التجاري. ما حدش كلمك على المسرحيه دي؟ ما حدش اخرجها؟ لا، انا ما قلتش لحد عليها اصلا. ايه ده؟ يعني انا مؤلفها عشان مسابقه ابداع. يا سلام. وانت فاكر ان احنا يعني عايزين مسرحيه فارس كوميدي؟ دي مسخره. ده انت عامل مسرحيه، انا لو منك اسيب المدرسه واقدم بقى من النوع ده، هتبقى مليونير. انا الحقيقه قلت ايه ده؟ يعني انت كاتبها لنا يعني مخصوص. انا مشكورك جدا والله، لانه يعني الحقيقه انا قلت الله، الطالب ده مازال يدرس ليه؟ ما كفايه عليه ده؟ يعني لو طلعت في السوق وقدمت ان هذا النمط من المسرح التجاري طبعا هتكسب كويس قوي. يعني انا مش عارف اقول لك ايه يعني الحقيقه، لكن انت لو انت كاتب المسرحيه دي علشاننا يعني احنا ما نقدرش ابدا ان اقول لك متشكرين، لان احنا بنرفض الفرس قوي اللي زاد عن اللزوم. ما اخبيش عليك يعني، واخد بالك؟ لكن لو كوميديا راقيه، كوميديا مواقف جميله، اقول لك متشكرين جدا جدا ونشكرك. بس انا بس حبيت اقول لك ده يا كاظم، لكن انا لو منك اروح على الجري بالمسرحيه دي للقطاع الخاص. لا، ما اروحش ليه؟ ما نعدل من نفسي. سمير غانم ولا الكلام من ده هقول لك متشكرين. شكرا يا فندم. شكرا. الحقيقه كاظم، انت كتبت النص ده بعد ما قريت الشروط المسابقه؟ وشروط المسابقه بتقول ايه؟ النص من فصل واحد. ايوه. قضايا اجتماعيه ثقافيه. فصل واحد ده روايه يا راجل، ده انت 37 ورقه. روايه والكلام فيها يعني الصفحه مليانه، يعني مدروزه مليانه كلام، فخدت بالك؟ فانا شايف انك انت يعني البوصله بتاعك حودت، بعدت عن الفصل واحد وقعدت ساحت في كتابة. سرحت بالضبط. ففي الحقيقه انا شايف انها يعني احداث كثيره ومواقف غريبه ايضا، وفيها الفرص اكثر من انها تكون كوميديا. تمام. يعني اتمنى انك انت تعيد نظر فيها
وتبنيها من جديد. تمام حاضر. سواء تعملها وان اكت او تعملها فصل ثلاث فصول. تمام. زي ما تحب. تمام. شكرا. العفو. العفو. لا بس انا عايز اقول لك حاجه كمان يعني. اتفضل. ما تسمعش كلام الاستاذ محمد تعملها فصل. عاوزك تاخد هتاخد اجر فصل واحد. يعني يلا اتكل على الله يا راجل يا دمه. انا بقول لك سبح القطاع الخاص. شكرا شكرا. انا رحمه محمد صبحي جامعه عين شمس كليه اداب نص النقدان. ده اول تجربه ليا. هو بيتكلم عن كان قصدي بيه شويه حاجات, شويه الفجوه اللي ما بين الاهل وابنائهم, شويه حبهم الزياده وخوفهم الزياده. احيانا هو بيبقى الخطر اللي على الابناء, لان ده احيانا بيسبب لهم تشتت. احيانا تانيه بيبقوا عايزين يحمون بحاجات موضوع بتصعد, فيضطروا يحمون بحاجات تبقى اصلا بتاذيهم. لخصت الموضوع دوت من خلال الاب وبنته مختاروا اسيا, وهم اصلا كان بينهم فجوه مش بيتكلموا مع بعض كتير. الوصل بينهم كان امهم, عشان كده انا اخترت ان هي تبقى متوفيه. برضو في النص بناقش فكره اصلا ان احنا محتاجين نتكلم, محتاجين يعني الكلام الكتير, ان احنا نبقى بنتخانق دايما غلط, وقله الكلام برضو غلط. نقيدان اسيا ومختار نقيدان بعض. اسيا كمان نقيده نفسها في الخيال, وكذلك مختار, لان انا كنت عامله النص عباره عن ان هو حلم كبير فيه فلاش باكات للواقع. فهم في الحلم بيقدروا ان هم شويه يتفاهموا, شويه يسمعوا بعض من غير خناق. المفروض ان انا قدمت الموضوع من خلال ان هو في فرقه اللي هم اصحاب اسيا بمسرحوا قصه اسيا صاحبتهم. فاحنا بالاول بنبدا ان في اشياء, كراسي وحيطان وشويه حاجات كده بتتكلم, بنفضل طول العرض فاكرين دول اشياء, وان اسيا ومختار هم البني ادمين. بس في الاخر بنكتشف ان لا, دول فرقه مسرح, واسيا ومختار مجرد ماريونيت هم بس بيجسدوا الفكره بتاعتهم. الاشياء انا خليتهم محايدين, لان هم اللي بيبقوا شاهدين على الشخص في الموقف وبعد الموقف. يعني اسيا بتشوف باباها بس وهو بيتخانق معاها, ما بتشوفوش هو حاسس بعد ايه بعد كده مثلا في اوضته. وكذلك مختار. انا ماشي. بس وبس ماشي. عموما يعني يا رحمه احنا بنشكرك انك انت الفتاه الثانيه في حفلنا الليله, وبنحييك على وجودك معنا. شكرا. وبتشعرينا ان في امل في ان فتياتنا يطلع منهم كتاب ويطلع منهم فنانين, فده شيء جميل في الحقيقة. بقى أحييك عليه. إلى جانب إن أنا حاسس إنك أنت عندك يعني موهبة الكتابة, لكن لسه ما تبلورتش قوي, وعندك التكنيك موجود بس ما مسكتهوش أنت بإيدك كده بشكل يعني قوي علشان تبني هذا العمل, وخصوصا اختيارك لعلاقة غريبة أنا زعلان منها. ممكن أقول حاجة؟ هي بس أنا كنت كاتبة النص شوية عن تجارب حياتية ليا مع بابايا, اللي أنا أصلا التمست له عذر وأنا بكتب النص, لأن أنا بدأت شوية أفكر بدماغه خصوصا وأنا بكتب بالجزء بتاع الحلم. فمن غير ما هو يعرف أنا علاقتي بيه تحسنت شوية من جوايا, لأن بدأت أتفهمه. كمان هي أنا في مسرح الجامعة, فلما بقعد مع زمايلي الكتير أغلب الناس دلوقتي شايفين الفن بطريقة غلط. حضرتك نفس مثلا من شوية قلتي إنك شايفة في حاجات في الفن وحشة, بس ده مش معناه إن إحنا نسيب الفن للناس الوحشة بس. فأنا برضو حبيت في النص أبين دوت إن أنا أغير يعني وجهة نظر بعض الناس عن الفن, وإن لأ عادي ممكن تبقى بنت بتمثل وتبدل كويسة. بس الكلام ده ملوش علاقة بالنص اللي أنت بتقوليه ده. ده حاجة تانية خالص. أنا بتكلم عن العلاقة الغريبة بين الأب وبنته. إنه أب يحبس بنته بشكل قاسي بالشكل ده. ده حصل. ويمنع عنها الأكل. أيوة بس ما هو دي حوادث فردية. لكن إيه المبرر الدرامي؟ لازم تكون في أبعاد أخرى للموضوع يبان إيه العلاقة دي. وبعدين لازم يكون عندك بعد نظر. مش عايزة تقولي إن العلاقة بين الأب والبنت
في مجتمعنا بالشكل ده؟ لا، مش عايزين نقول الكلام ده، خدت بالك؟ فهي علاقة صعبة، ويعني أنا شخصيا شايف إنها صعبة جدا، وإنه يحبس عنها الأكل ويستخدم أساليب العقاب والخصام والتهديد. يمكن يكون شقية، يعني شقية كانت بتعمل شقاوة في البيت، فحبسها ومنع عنها الأكل. لا، وهي بس مش واضح إنها شقية يعني، ولا بأكل ولا بتأكل يا عيني. يعني ما فعش ولا حاجة خالص، عشان يعني عشان هي في الشكل ده ما مش سمينة يعني. الفكرة بس إن هم مختلفين، هي مصرة رأيها. لا عموما يعني هو. يعني أنا عايز أقول إن العلاقة اللي زي دي لازم تكون مبررة دراميا، علشان يبقى ليه وصلت المسألة إلى هذا الحد. صعب انها تصل الى هذا الحد الا اذا كان في اسباب قويه وتقنعيني بيه، مش فجاه كده يبقى العلاقه بينهم بالشكل ده ويحبسها ويأنبها ويعذبها. لا لا لا، عمليه صعبه. الى جانب برضو في ملحوظه مهمه جدا، وهي انك انت كثير الكلام، كثير الصرصره، خدت بالك، وقليل من الدراما. يعني كثير من الصرصره وقليل من الايه، الدراما. المفروض العكس، كثير من الدراما وقليل من الصرصرة. شكرا. شكرا. تكلم حضرتك. رحمة، الحقيقة يعني أنا معاك، لما يبقى في الطرفين الأب والأم مختلفين بيبقى الأبناء هم الضحية. الأم عاوزة تسيطر على أولادها وتخلي أولادها هم اللي يسمعوا. مش ده قصدي، أنا قصدي إن آسيا نفسها مختار دايما مختلفين. هو عايز آسيا ومختار، اللي هو مش ماما وبابا. لا لا، اصلا ماما دلوقتي انا افتكرت لما تقولوا مختلفين فافتكرت بابا وبابا. لا، الفكره ان في ستات بقى فعلا يعني بتقسي ولادها على ابوهم، والاب ما لاقيش اي رد ايجابي من ولاده فبعنيف معاهم. فاهمه. لا هي بس الفكره ان آسيا بنت بتحب المسرح وعايزه تكمل في تمثيل، وهو شايف ان ده المسرح ده مجال مش كويس، فهو عايزها تبطل وهي ما بتبطلش. هو مصر ان هو يمنعها، وهي مصر ان هي تعافر، فبيضطر ان هو يحبسها. وانت مثلتي بقى في جامعه عين شمس. انا يا استاذ محمود. نعم. تعرف بقى المبرر ايه؟ لو انت بقى عايزه تقولي ان ابوها مش عايز يدخلها المسرح، طلعيه سلفي. هو بيتكلم في الحاله دي بقى خلاص. ايوه، انت لو جبتيه سلفي او اخواني او من نوعيه ياها دي، بس ممكن اقول حاجه، يبقى عندك المبرر القوي. الراجل بيعذبها بقى نتيجة ان ده حرام، بس ده بيتقال، وانها بتخرج عن الدين. ده بيتقال في النص، هي اول جملة فيه ان يقولان ان الدين والفن لا يجتمعان في قلب واحد، او هكذا يقوله هو. مش جملة بس. ايوه لا مش جملة بس. ماشي. ما تتقالش في جملة. لازم يبقى فيه حدث درامي، الحدث الدرامي هو الاساس. ايوه. أيوة بس انت خدت مني كلامي يعني ونقصته يعني، طب اروح فين اعمل ايه بقى، اكلمها ازاي؟ انا بس حبيت اقول لك انت عامله تكنيك، وده اللي يهمني، ان الحيطه بتتكلم ولا الكرسي بيتكلم. طيب انت بتمثلي في جامعه عين شمس؟ ايوه. بتقدم عروض؟ انا كنت هناك رئيس لجنه التحكيم لما كانت فاطمه محمد علي هناك موجود. عارفه فاطمه محمد علي اللي سابت عين شمس، ولا ما تعرفهاش؟ لا. الله، ازاي ده؟ كانت ده خطيره جدا. هذا كانت موظفة عندك هناك في رعاية الشباب، كانت لا مرة طلعتش معاش. هو ده كم سنة؟ ده اتنقلت في الأكاديمية. ده من كم سنة؟ مش ده عارف. لسه منقولة لأكاديمية الفنون. لا مش عارف من إمتى بالضبط، شهر ولا شهرين يعني. المهم في الموضوع، أنا كنت رئيس لجنة التحكيم هناك، وشفت عروض ممتازة بتقدموها الحقيقة جامعة عين شمس. شكرا. الحقيقة. لكن أنا أنت شايفة اولا الاب والبنت موجودين على الخير، وفي انفصال طبعا. هي بتقول حوار لوحدها والاب بيقول حوار لوحده. أيوة. والحيطه بتتكلم والكرسي بيتكلم. تمام. مش كده برضو؟ طب انت يعني ازاي اعرف ان الحيطه دي بتتكلم والكرسي بيتكلم؟ تقدري تقولي لي بقى؟ قولي لي ازاي انفذها؟
أنا كمتفرج كده لما يبقى الأب هنا والبنت هنا وهي في حالة وهو في حال، أبص ألاقي الحيطة بتتكلم، أعرف إزاي الحيطة دي بتتكلم. مش إحنا التمثيل عبارة عن أنا أنت تعمل فعل فأنا أعمل رد فعل، لو أنا ما عملتش رد فعل يبقى أنا ما شفتش الفعل بتاعك. أي. لو أنا لو الممثلة بروزت إن هي متجاهلها أو مش حاسة بيها يبقى هي مش مسمعاها. أي. بلس أنا اخترت إن هما بيبقوا بيتكلموا عمي ودول بيتكلموا فصحى، الأم قالت يعني المنطق بتاع دوت في جملة إن هما في عالم هم ودول في عالم، فدي لغة العالم ده ودي لغة العالم ده، هما ما بيقدروش يسمعوا الأشياء ولا يفهموا لغتهم على عكس الأشياء. أنا مش فاهم يعني إيه، أنا متفرج أهو قاعد أهو وفي الأب هنا والأم هنا تمام أو البنت هنا، أبص ألاقي الحيطة بتدخل في الحوار تمام، أنا كمتفرج أعرف الحيطة دي الحوار ده جاي منين؟ ماشي، في حاجتين. أول حاجة أنا بدأت العرض إن أصلاً الأشياء بيتكلموا عن إن هم دايماً بيتكلموا من غير ما البشر يبقوا بيسمعوهم أو بيحسوا بيهم أو يعرفوا أصلاً إن هم بيحسوا وبيتكلموا، ده أصلاً بداية العرض خالص، فأنا فرشت فرشة إن هم مش هيتسمعوا. بلس إن زي ما قلت لحضرتك لو الممثلين بروزوا فكرة إن هم مش بيعملوا ردود فعل على كلامهم يبقى هم مش سامعينهم. الحاجة الوحيدة اللي استخدمت فيها الأشياء وكانوا بيتحركوا حوالين آسيا، بروزت إن هي بتشوفهم نفسها بتتكلم معاهم في المونولوج اللي هي بتتكلم فيه، بتقول فيه هي ليه نفسها بتحاصرها او بتقول لا وتعيد كلام باباها ليها، بتقول لها انت سجانه نفسك، انت من تعذبين نفسك الان وهكذا. ايوه ايوه حبيبتي، بس انا اعرف ازاي ان الحوار ده اللي انا سامعه جاي من الحيطه؟ فهمت السؤال. انا فاهم. أيوة. هو ده السؤال. تمام. انت لو مخرجه. أيوة. انا قاعد كده في حوار دخل في السكه وفي حيطه وحيطه وحيطه وكرسي 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 أصلاً. مثلا اعرف ازاي ان الحوار ده طالع من الحيطه او طالع من الكرسي؟ فهمت. داخل الحوار اللي بيتم. أيوة. بين الاب وبين البنت. فهمت السؤال. اساسا دول هيبقوا ممثلين على المسرح، هيبقوا متحققين باللبس وبالميك اب. احنا اصلا عندنا دلوقتي يعني هتطلع الممثلين صح. جنب الحيطه لابسين نفس لون الحيطه مثلا ومثلا يبقى وراهم مثلا كله اسود وهم متلونين اسود. أيوة. لما بيطلعوا بيبان ورا الفراغ بتاعهم مثلا. دلوقتي كمان لو حضرتك بتشوف حضرتك قلت بتشوف عروض لعين شمس، دلوقتي مثلا في عروض بتبقى حيوانات وعروض بتبقى اشياء، يعني هم هما هتوقفي ممثل هنا في الحيطه نفس الوان الحيطه مثلا واخدها بحيث لما يجي يتكلم يطلع فيبان ان هو الحيطه بتتكلم بالظبط، والكرسي كذلك بتكنيك معين. ده شغل اخراج. ايوه. هو ممكن يبقى بالجرافيك كمان يعني ده المخرج هو ممكن اسال سؤال؟ لا انا بس انا اسمحي لي بس انا كنت عايز اقول لها لو انا مخرج الاضاءه ممكن هي اللي سبوت متحرك يستطيع ان هو يروح على الحيطه ساعد جمله الحيطه او يروح على الكرسي ساعد جمله الكرسي. ايوه. لكن واحد لابس نفس اللون بتاع الحيطه طب انا شايفه بني ادم مهما يعمل. لا انا عايز اقول على حاجه بس، هو انا اصلا يعني جربت ان انا ارسم كل المشاهد عشان اقدم بيه في مهرجان اخراج، وفي ممثلين معايا احنا فعلا بتكنيك بروزنا الحاجات ديت، بس انا بس ما كنتش بروزتوها. الحمد لله. الحمد لله يعني الحمد لله. جات سليمه يعني. جات سليمه. الف هارما مبروك. شكرا يا ست. شكرا ليك. هو الموضوع موضوع يعني كويس انك بتبتكري حاجات ممكن ما تبقاش واقعيه، وده شيء جميل. انت تناولتي العلاقه ما بين الشاب او الشابه والاهل، لانه في بعض الاحيان بيبقى فيه تناقض شديد جدا ما بين الأبناء والأم أو الأب، وبيبقى في عقد نفسية في بعض الحالات فبيخلي العلاقة غير سوية وبيعمل توتر فظيع جدا في البيت وكده. يعني أنا برضو هستعين، أصل أنا بحب أكلم شوية عن تجاربي عشان يعني إيه الشباب تستفيد. أنا مثلا كنت يعني والدي كان من نوع يعني مش أجريسيف، لكن هو جاد جدا، وكان يعني كل كلامه هو منضبط قوي وكده. أنا بقى كابنة كنت بحبه جدا جدا، وقعدت أتسلل له وبقيت صاحبته، بقى مش أبويا بقى صديقي. وبقيت اقول له على اسراري واتناقش معاه، وسحبته ليا علشان
يعني أدوب العلاقة اللي ما كانتش كويسة دي ما بيننا. فبرضو عايز أقول إن الشباب ممكن الحاجات الصعبة اللي في البيت يقدروا هم بفكرهم وإبداعهم يدوبوها. يعني طبعا ده خارج عن الموضوع بتاعك. ممكن اقول حاجه ليها علاقه بالموضوع دوت وانا بس شويه. هما الفكره انا كنت كاتبه عن فكره الاختلاف، فكره ان اصلا الناس ما شويه ما بتقدرش فكره ان احنا ضروره ان احنا نختلف. في جمله بتقول البشر لا يتفهمون ضروره كل لون وضروره تواجده، هما حتى بعد كده بيبداوا ان هما يحاسبوا بعض. بس فانا برضو كنت كان قصدي كده. يعني الفكره ان في جمله كمان، انا مش قصدي ان اسيا حلوه ولا مختار حلو، اصلا في جمله في النص بتقول كل مؤمن بعقله هو كافر بكل العقول، فممكن الاثنين اصلا يبقوا غلط. يعني هو ممكن يكونوا مبتعدين فكريا او ما همش ملائمين لنفس لبعضهم اساسا، يعني ما كانوش المفروض يعني يرتبطوا ببعض. لكن احنا بحسب لك ان في فكر جديد انت مقدماه، ان الاشياء بتتحدث مع بعضها، ودي فكرة فانتازيا لكن جديدة. يعني مطلوب برضو تدرسي كتير في الكتابة المسرحية، لأن أنت عندك البذر، عندك يعني عندك أفكار كويسة، عندك حتة برضو التمثيل أعتقد، مش كده؟ الحمد لله. فيعني لا استمر، عندك بذرة كويسة للفن المسرحي أو التمثيل. شكراً أوي. معايا واحدة من الطالبات المبدعات على مسرح إبداع في مجال التأليف المسرحي، نتعرف بيكي. رحمة محمد صبحي، عين شمس، جامعة عين شمس، كلية الأداب. قدمتي إيه على المسرح؟ نص النقدان، دي أول تجربة ليا، أول مرة أقدم أصلاً في إبداع. أنتي ما درستيش مسرح ودي أول تجربة ليكي، اعتمدتي على إيه في كتابة المسرح؟ إيه العناصر اللي أنتي اعتمدتي عليها؟ هو أنا أصلاً بمثل في مسرح الجامعة، بقى قريت نصوص كتير، وزي ما هم كانوا بيقولوا بره دي اول بذره في ان احنا عشان نبدا نكتب يعني. بس بعدين بدات بقى استغل شويه المواقف الحياتيه اللي انا بتحط فيها او اللي انا بسمعها واكتب عنها. بس وقوفك على المسرح واستماعك لاراء لجنه التحكيم على النص بتاعك فادك في ايه؟ لا دلوقتي عرفت بقى ايه الخطوه بعد ان انا اقرا واجرب اكتب. لازم بقى يعني ادرس حاجات تانية، او اقرا مثلا عن البناء الدرامي والحاجات الملخبطه دي كلها، وان انا مثلا عرفت عيب عندي ان انا بكتب كتير، الكلام بتاعي كتير اكتر من الدراما، فالمفروض اعكس الدراما تبقى اكتر من الكلام. بس يعني استفدتي من ايه من وقوفك على مسرح ابداع بشكل عام؟ لا هو انا استفدت اصلا من بدايه ان انا جيت، يعني احنا قابلنا ناس من مجالات تانية، فشويه بقى في تبادل، اللي هو عرفت منهم شويه عن ازاي نكتب سيناريو مثلا وحوار، هم عرفوا مني شويه ازاي نكتب عن نص مسرحي وهكذا بقى، والروايه وقريت حاجتهم. فمبسوطه اصلا ان انا بقيت مثلا اكتشفت ان في واحده مشتركه دلوقتي في الروايه بتاعتها في معرض الكتاب، فكنت مبسوطه ان انا بقيت معايا في الاوضه يعني كاتبه. وده شيء جميل ان الابداع بتاعكم يظهر للنور، وده اللي الدوله بتحققه لكم وبتساعدكم فيه من خلال المهرجانات والمسابقات اللي انتم بتقدموا فيها. شايفه دور الدوله ازاي بالنسبه لكم انتم كشباب؟ لا انا طبعا يعني احسن حاجه في الدوله ان هي عامله لنا مسرح جامعه وبتعمل لنا المسابقات اللي نعرف نقدم فيها الحاجات ديت، وكمان انا حاسه ان شويه هم مجمعين 18 نص بيقولوا لهم ملحوظات كاننا في ورشه كتابه، ودي طبعا لو حاجه احنا حاولنا ناخدها بره ممكن تبقى غاليه جدا او مش يعني تبقى صعبه على اغلبنا. بس فكل الحاجات دي الموضوع ده بيوفرها لنا، طبعا شكرا. انت حددتي هدفك خلاص؟ باذن الله عايزه ابقى يعني مؤلفه وممثله وكاتبه على قد يعني. ربنا يوفقك ان شاء الله تحققي احلامك. شكرا شكرا لحضرتك. ما زلنا مستمرين في تغطيه مهرجان ابداع 8، خليكم معانا. السلام عليكم. احمد محمود علي، جامعه السويس، كليه تعليم صناعي، نص نداء الدم. نداء بمعنى الغريزه او القرب. بتكلم عن الحشاشين، طائفه الحشاشين اللي ظهرت في القرن الحادي عشر والقرن الاثناشر والقرن الثلاثاشر، اللي هي كانت واخده الفدائيه او الاغتيالات
وسيلة لكل أفعالهم. كانت شايفة أن الإمامة تقتصر على نزار وأبنائه أخذوا قلعة ألموت مقر ليهم. وحسيت أن أنا لما كنت يعني شفت الكتب اللي كتبت في الموضوع ده، حسيت أن أنا العصر بدأ يعيد نفسه في القرن العشرين والقرن الواحد وعشرين. لما شفت أعمال جماعة الإخوان المسلمين وشفت أفعالهم وإزاي بيبدأوا أن هم يعني يجذبوا الشباب ليهم بطرق كتيرة جدا، كان أولها الطريق إلى الجنة، وده كانت أول لوحة ليا في النص، وحور العين كان أول يعني لوحة ليا في النص اللي أنا أقدم الموضوع ده على خشبة المسرح. حسيت برضك إن بعض الشخصيات زي حسن الصباح هو نسخة تتقرب من حسن البنا، أمد حسيت إنه هو برضك عبد الرحمن السندي. بعض الأعمال اللي ارتكبوها جماعة الإخوان المسلمين متشابهة بدرجة كبيرة جدا من الأعمال اللي قام بها طائفة الحشاشين في فترة وجودهم، حتى في اغتيال القاضي هم فعلا اغتالوا المستشار الخزندار بعد قضية السيارة جيب، حتى تبرأ منهم عبد الرحمن السندي في وحسن البنا. هو يذلك عن محمود الصباغ في كتاب على ما أعتقد أنه هو محظور النشر حاليا كان اسمه حقيقة التنظيم الخاص. الكتاب ده قال أن عبد الرحمن السندي وحسن البنا لما كانوا جالسين بعد مقتل مستشار الخزندار تبرأ كل منهم من دمه، وقال البنا أنا كنت قال أن هو أتمنى ذلك لكن مش عايز كده. وهو طبعا عبد الرحمن السندي ما كانش عنده يعني مفهوم غير القتل. وبرضك حبيت أقول في آخر النص أن مش الوسيلة الوحيدة للقضاء على الإرهاب أو الفكر الإرهابي هو السلاح، هو هو طريق، لكن في القضاء على الفكر ذات نفسه اللي هو محتاج من مثقفين مصر مجهود أكبر. القوات المسلحة بتقوم بدورها على أكمل وجه، مثقفين مصر وأدباءها عليهم دور كبير جدا. شكرا. أنا حظي أنا عارف أن الأستاذ محمد كاتب نص أمير قريته ولا بقرتوه؟ أنا يعني منتظر هذه اللحظة عشان أقرأه، عشان لو كنت قريته قبل ما أكتب حاجة من الاثنين، يا كنت همتنع عن الكتابة عشان ما ينفعش أن أكتب لا حاجة لا حضرتك كتبت فيها، لا بالعكس، يا إما هتشتت، فأنا منتظر إن شاء الله. لا بعد المناقشة ده هو في النص بتاعي وفي نص تاني، في نصوص إبراهيم الحسيني كاتب قلعة الموت، في كمان جنة الحشيشين، تمام، كاتب حاجة اسمها جنة الحشيشين، وبرضو إيه بيتكلم عن حسن الصباح. تمام. بس انت هنا ما اتكلمتش عن تاريخ حسن الصباح، انت عملت حدوتة موازية لحسن الصباح. مظبوط مش كده؟ مظبوط. انا شايف ان طب ليه ما كتبتش عن حسن الصباح نفسه؟ عشان انا شايف ان انا هو في اسقاط ما بين حسن الصباح، ما بين الحسنين حسن الصباح وحسن البنا، وفي نفس الوقت انا يعني حاسس ان المسرح مش نوع من انواع المباشره، يعني انا ما ينفع اطلع اقول حسن الصباح ارهابي وحسن البنا ارهابي، لا انا عايز اقول ان حسن الصباح هو اللي بدا الفكر وفي ناس كتيره جدا تبنته. ايوه انت هو ونبدا شوف الحدوته اللي انت كاتبها ايه، عباره عن ان حسن الصباح بعت واحد من اتباعه يقتل القاضي اللي قتل اتباع حسن الصباح، مش كده؟ يعني هو راح ينتقم من القاضي ليه؟ مظبوط كلام حضرتك، لانه قتل، مظبوط، قصدي حكم بالاعدام، على قاتلي على قتل من اتباع حسن الصباح. مظبوط، تمام. دي حدوته بتشابه اللي حصل ايام حسن البنا، مظبوط، لما قتلوا المستشار خزندار امام اسوته، مش كده؟ يعني مزبوط. انت حبيت تعمل اللينك ده، مزبوط، او العلاقه، مزبوط، اللي بينهم وبين بعض. طب ده جميل. وكذلك في قتل نظام الملك في الدولة السلجوقية، عشان ان هو ده رمز للدين، يعني هو ما حدش اثبت ان نظام الملك كان فاسد او لا، ده كان راجل متدين، فهم فعلا ما عندهمش اي تفريق ما بين راجل الدين او راجل الفن او اي شخص اخر. بس انت ما اتكلمتش عن نظام الملك. لا ما اتكلمتش عن نظام الملك. لا خلاص ما دخل. لكن صيغته في جملة في لما اجتمعوا الشباب ان نظام الملك يشهد له بالتدين.
فلا يعني حجة لقتله من الأساس. عايز تقول إنه بيقتل سواء متدين غير متدين، فنان أيا كان، حتى هو قتل كونكورد ملك القدس كده. جميل. يبقى إذن أنت عامل قصة موازية لحسن الصباح، ودي تحسب ليك لأنك أنت ما حبيتش تعمل نفس الحدوتة بتاع حسن الصباح. مزبوط. أو الأحداث بتاع حسن الصباح مظبوط كما هي في التاريخ، فده كويس. تمام. طبعا أنت عامل حوار جيد، والفكرة تعتبر فكرة جيدة، وتناولك لهذه القضية مع زملائك اللي تناولوا قضايا الإرهاب والتطرف، يعني احنا بنعتبركم نادرين. يعني هو معاناتي بس من جماعة الإخوان يعني أكيد لك تجربة خاصة أكيد كتير منك. يعني وبالتالي ده اللي خلاك كتبت عن نعم. هو الموضوع كله اللي أنا كنت في مدرسة فنية متقدمة، كنت صنايع، نشاط المسرح ما كانش مهتمين بيه كتير هناك، بس كان للأسف اللي يعني أنا حبيت اللي أنا أدور على النشاط جوه المدرسة، لكن كان مدير المدرسة كان ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، فبدأ اللي هو يحجب على كل أي حد بي، وعانيت اللي أنا يعني عدت سنين بسبب كده، ضيعت سنين من عمري. يا أحمد، يعني طبعا أنت عارف حسن الصباح معروف، لكن معروف لنا كمثقفين يعني اللي أرى، لكن عامة الشعب ما تعرفش. أنت قدمت الشخصية وبدأت وحسن الصباح أوكي مكتمل الأركان، واخد بالك؟ كنت أتمنى أنه يرجع بس بالشخصية، وعد نعرف إزاي تكون حسن الصباح، إزاي بقى كده يعني، واخد بال حضرتك؟ ده حيفيد حتى عامة الجمهور اللي ما قراش عن حسن الصباح وما عندوش فكرة عنه يعني، واخد بال حضرتك؟ فأنت طلعته من المسرح على المسرح أو المظاهر وهو كامل، واخد بالك؟ نفسي ولو في حوار أو في مشهد بين حسن الصباح وأحد أتباعه ولا أي حاجة، يبقى معروف إزاي حسن الصباح قدر يقتنع وياخد هذا النهج والدموي اللي هو بيعمله، لأن المسرحية دموية. هو واخد النهج على ما أعتقد يعني أستاذ محمد، على ما تعتقد؟ لا لا، يعني هو الطائفة الإسماعيلية أصلاً وانشقاقهم عن الدولة الفاطمية، كانت أصلاً الدولة الفاطمية كانت بتعاني من الفترة دي من ضعف شديد وهوان. من يعني هو علشان أنا بقدم ما يعرفش حسن الصباح كشخص. انا عايز ده، ما انا عشان كده تمام، على الجمهور ما يعرفش فلازم انت عشان تقدم شخصيه حسن الصباح بهذه الدمويه، لابد ان انا كمتفرج بسيط اعرف من هو، اتكون ازاي حسن الصباح. تمام. ودي ومال الدراما يعني ايه، واخد بال حضرتك؟ انا اتمنى في مشهد من المشاهد قبل يعني، واخد بالك، يعني يتم بين حسن الصباح وحد من أتباعه علشان يعني يطلع اللي جواه حسن الصباح، كيف أصبح حسن الصباح بهذا الشكل. لكن أنت قدمته تخطيط طلع كده يعني، واخد بال حضرتك؟ المسرحية بس مليئة بالدموية فعلا. يعني القتل بيتم على خشبة المسرح، وده شيء بشع يعني، واخد بالك؟ الحاجة الثانية، الحيلة اللي عملها زايد علشان يجر حسن الصباح ويجي القاهرة بسيطة. الحقيقة بأن حسن الصباح مش بالبساطة اللي ممكن زيد يضحك علشان يجرجره إلى القاهرة، واخد بالك يعني إيه؟ وبعدين النهاية مش بالبساطة دي، لابد أن يكون حسن الصباح، لأنه راجل يعني تسمح قادر على انه شديد الدهاء بالضبط، مابقاش بالبساطه دي ان هو يقول طب يا الروح وكانه راح من نزهه، لا، واخد بال حضرتك؟ وبعدين في النهايه لا نعلم ماذا حدث لحسن الصباح الا من جمله قالها في النهايه، بانه على لسان الصباح بانه سياتي للقاهره مره اخرى في زمن اخر. حصل ايه للصباح لما راح القاهره؟ ما قلتش. هو حسن الصباح ما ماتش في القاهرة؟ ما أنا ما قلت ليش. ما هو فعلاً يعني إزاي خرج من الفخ ده؟ هو حسن الصباح ما خرجش من الفخ. أنا قصدي بس إن الفكرة ذات نفسها إن هي هتموت في القاهرة،
حسن الصباح أنا بس كشخصية حسن الصباح اللي أنت مقدمه واخد بالك يعني رجل ذكي جدا جدا وقادر جدا وله أذنابه هنا وهنا إزاي يتجرجر يروح للقاهرة من كل ما من غير ما يأمن نفسه ثم لا نعلم عنه حاجة غير جملة قالت إنه قال سأعود مرة أخرى للقاهرة في زمن آخر هل مات هل إيه أنا كمتفرج رغم إن القضية مهمة جدا والشخصية مهمة جدا بس محتاجين نعلم ونعرف إزاي تكون حسن الصباح تمام. مين اللي شكله مين اللي زرع فيه جواه الحقد والكراهية و و و والقتل الدموي ده أتمنى هذا وأشكرك جدا طبعا أنا بشكرك على أنك شاب مثقف قارئ واضح أن أنت قارئ كويس قوي أنك أنت بتعمل توازي ما بين في التاريخ ما بين شخصية وشخصية في الواقع دلوقتي تناول الموضوع تناول الآن مهم جدا يعني نتمنى أنه هنقول تاني أنه كل الشباب يكون قارئ بالشكل ده علشان يقدر اللي عنده موهبة الكتابة يقدر يمدنا بأعمال يعني احنا لنا عندكم عشم في الشباب الجديد انه يطلع لنا كتاب مسرح وكتاب تلفزيون وسينما مثقفين لان احنا شوية اليومين دول بنعاني من ان في بعض الشباب او اغلبه هوش شباب مثقف ما عندوش فكرة عن التاريخ وما يقدرش يترجم ده على الواقع فيعني أنا بهنيك على العمل ده شكرا.